بروجكت بروفيشنال 2016. طبعا يعني عندي المستوى الاولاني اللي هو مستوى المشروع، تمام. المشروع عندي اسمه اندستريال سكندري ميستيك. طبعا لسه ما حطيتش المدة بتاعت المشاريع، هعمل بس ال WBS بتاعي. WBS بشتغل عليها بأكتر من وسيلة، مثلا في ناس بتشتغل بالإكسل، في ناس بتشتغل ببرنامج اسمه بايزو، في ناس بتشتغل ببرنامج اسمه مثلا برنامج مثلا الـ A-Draw Max، أو برنامج WBS مخصوص. كل البرامج دي كويسة، لكن أنا بفضل إن أنت تشتغل على الإكسل أو البروجكت مايكروسوفت بروجكت. دول بيسهلوا عليك بعد كده إن أنت تاخد الكوبي بيست للشغل بتاعك على طول. طيب، عندي أول حاجة اللي هي إحنا قلنا أول مستوى اللي هو مستوى المشروع. بعد كده عندي المستويات التنفيذية بقى بتاعت كل واحدة من الوحدات، وهضيف ليها موبلايزيشن اللي هو بيبقى في بداية الإيه المشروع. طيب الموبلايزيشن، بعدين عندي بقى كل واحدة من الوحدات اللي هي الأدمنستريشن أند أدمنستريشن أند كلاس روم، كونت بروجرس، جيرال ستورج، ووتر تاور، سيبتيك تانك، ووتر تانك، ووتر تريتمنت بلانت، اريجيشن، ووتر تانكس، ريفرس كولكشن، اللي احنا شفناها في البداية خالص مع بداية الايه المشروع. هنفتح الماستر بلان بتاعت المشروع، تمام. وبعد كده اضفت حاجة اسمها السايد. بعد كده بيبدأ بقى المستوى تاني اللي هو المستوى مثلا عندي داخل الموبيلايزيشن، في عندي temporary facilities، وعندي site investigation، وعندي surveying works. يعني الثلاث حاجات دولت مثلا بيخشوا بعد كده. مثلا احنا لسه في مرحلة ال WBS، مش في مرحلة الأنشطة، ماشي. بعد كده كل واحد من دولت بيبقى تحتيه مثلا أنشطة. مثلا عندي المنشآت المؤقتة أو التمرير فاسيلتيز، مثلا بيبقى فيها الأسواق، بيبقى فيها مثلا المستودعات، بيبقى فيها مثلا المواقع الإيه أحيانا مثلا لو مشروع كبير بيبقى فيه سكن للعمال، بيبقى فيه مثلا الكربونات اللي هي بيبقى كده يعني ورش التصنيع. ده هو المشروع بيبقى فيه مثلا لو أنا عايز أعمل ورش مخصصة للمشروع. في مثلا لو في مضخة أو دخاء أو خرسانة مركزية، واحد خرسانة مركزية توزع للمشروع بالكامل. أو مثلا عندي تاور كرين ممكن أعتبره برضه من التنبيهات، بس لو فترة المشروع أو هو بيبدأ لفترة المشروع بتشتغل، طالما هو بيبقى فترة صغيرة وبتشال بس كمية أساس. طيب بعد كده عندي مثلا السايت انفستيجيشن، عندي مثلا اختبارات التربة، عندي مثلا كل دي بقى بدأنا في مرحلة الأنشطة. ليه؟ لأن كل نشاط من دولت بيبقى له موارد، خلاص. صح، الأنشطة ديت البادجت بتاعتها دلوقتي بصفر. ليه؟ دي قصة كبيرة، احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي إلا لما نبدأ بقى في مرحلة التكلم. أنا حاطط هنا في الجنب هنا برضو الإيه البادجت كوست بتاعي بتاع كل يعني عمل من الأعمال، مش أنا من الأعمال الإيه الكوست بتاعي. طيب انا عندي مثلا بطلع البادجت كوست ده منين؟ من البي او كيو. تفتح بقى البي او كيو بتاعتك وتشوف الايه الاجمالي بتاعك
وهنا عندي بقى الرولز بتاع الايه، مثلا لو عندي مدير تنفيذ، لو عندي مثلا مدير تنفيذ، قصدي مدير مشروع، عندي مدير تنفيذ، عندي مدير مساحة، وهكذا. طيب أنا قسمنا كده الإيه المشروع لأعمال، وبعد الأعمال بقسمها بعد كده الأعمال يعني تحت الأعمال، وبعد كده بوصل في النهاية لما باجي بخطط المشروع لإيه؟ للأنشطة. تمام؟ لو في أي حد عنده أسئلة بيدونها، وإحنا بإذن الله تعالى بعد ما بنخلص الإيه الجزء بتاعنا بناخد راحة وبنشوف أسئلة الناس. أنا دلوقتي المفروض إن إحنا خلصنا ساعة يعني، بس طبعا طالما الصوت بيقطع في مشاكل فنية فهنزود المدة شوية معلش، عشان نقدر نقول اللي إحنا عايزين نقوله ونستفيد في الكلام يعني. هيبقى سبيد جدا. تمام؟ تمام. هل في أي مشاكل؟ في أي مشاكل؟ تمام. أنا عايز بقى منك دلوقتي، أنت شفت الوضع يعني، طبعا لو فتحنا مثلا بعد كده مثلا مثال أهو بسيط، نفتح بعد كده الإيه الووتر تانك أند البامب روم، نحط تحتها مثلا السويل وول، كونكريت وول، مثلا لو عندي هضيف نشاط جديد ماشي، أو تاسك جديد بعمل إضافة تاسك هنا، ونزيله تحت. ماشي، هسميه مثلا ايه عزل انزوليشن. تمام، هو تلقائي البرنامج بيحط بواحد، بعد كده بنحسب المدة بتاعت المشروع بتاعت الأعمال زي ما ايه زي ما احنا هنتعرف بعد كده على مدة الأعمال بتتحسب ازاي. عايزك تمسك مثلا مشروع وتجرب تعمل تابل بي اس بإيديك كده، مثلا كل واحد يمسك مثلا مشروع كبير صغير، مشروع موجود عندك على الجهاز، مش موجود في النت، وتبعته لي. ده هيبقى أول تاسك بالنسبة لنا، تاسك رقم واحد. مهم رقم واحد، تعمل دبليو بي اس لأي مشروع عندك أو مشروع تختاره، تعمل له هتقسمه الأعمال، تقسمه البروجكت الأول وبعدين الأعمال وبعدين تحت الأعمال ديت الإيه، زي ما أنت شفت كده تقسيمة الأعمال. وبعد كده مش عايزك توصل لمرحلة الأنشطة، لأن مرحلة الأنشطة ديت بتبقى بعد كده في التخطيط. احنا لسه في مرحلة الـ WBS. بعد كده هتحط برضه الإيه القسط في الجنب كده، وهتوزع المسؤوليات بتاعة المدير زي نفس الشكل بتاع الـ WBS اللي أنا عامله ده كده. اشتغل عليه. ده أول مشروع. ماشي؟ هي مشكلة؟ تمام. لو في مشكلة طبعا يعني سجل السؤال وبعد كده بقى نجاوب عليه إن شاء الله. عندي مثلا من تحت الأعمال بيبقى في مستوى تاني، مثلا لو عندي كونكريت وورك في عندي فاونديشن، والفاونديشن بيبقى تحتها مثلا ار سي 14 او ار سي فاونديشن او بي سي فاونديشن وار سي فاونديشن. وتحت بقى البي سي فاونديشن هنشوف بعد كده بقى الأنشطة تبقى مقسمة ازاي. طالما وصلت للنشاط بحط له المدة بتاعته، وهو تلقائي بيديني الايه المدة بتاعت ال WBS بتاعه.
تحديد الأنشطة وتحديد العلاقات ما بين الأنشطة وتحديد الأزمنة بتاعت الأنشطة وتحديد القوس بتاع النشاط، ده مرحلة تانية بقى بعد كده إن شاء الله تعالى. خلاص كده؟ ديت أول حاجة الدبليو بي إس. خلصنا كده الموضوع بتاع ال W بلس، نقطع بس بإيه؟ مجال السؤال، معلش نوقف الشريط، نفتح مجال السؤال عشان لو في أي سؤال نخش فيه بعد كده، لأن أنا جاهز برضه إن أنا اتصلت وأنت اتصلت. اي حد يا باشمهندسين عنده سؤال يتفضل اسأل المهندس هاني في الجزء اللي هو شرحه دلوقتي. ايوه سلام سلام. باشمهندسين، طيب الصوت واضح؟ اه يا فندم الصوت واضح. اي حد عنده اسئله مش مهندسين يتفضل، سواء كان هيتكلم مايك او هيكتب السؤال كتابة. لا مش مهندس هاني، هو كده مفيش اسئله، فممكن حضرتك تكمل مش مشكله. الصوت واضح؟ اه يا فندم واضح. طيب ماشي. نركز بقى في المرحلة اللي جاية، لأن الموضوع اللي جاي مهم جدا. احنا طبعا خلصنا موضوع الهيكل التفكيكي اللي عملناه، وده لازم نركز عليه أوي 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 واحنا بنشتغل في الإيه الشغل، لأن هو ده اللي هيأثر بعد كده على الإيه على الشغل. إن شاء الله الشاشة ماشي، معلش. عندي التكاليف أو التوصيل، يعني دلوقتي لما باجي مثلا ايه بتبدأ مرحلة التكليف، تقدير التكلفة في أثناء مرحلة الدراسات الأولية والتعقد. إزاي بيبدأ المقاول أو اللي بيمثله بيحسب التكاليف التقريبية للإيه للمشروع؟ ليه؟ عشان أقدر أمول المشروع ده، وأقدر بعد كده أقارن الأسعار المقدمة من المقاولين. خلي بالك اللي بيقوم بيه المالك ده اسمه الكوستنج، اسمه تقدير التكلفة كوستنج. أما المقاول
مقاول بقى بيقدم عرض سعر. وبقى دلوقتي في نقطة، في مصطلح تاني اسمه برايسنج، تسعير. ماشي، يبقى احنا هنفرق ما بين الكوستنج والبرايسنج، في تكلفة وفي سعر. وخلي بالك السعر بالنسبة للمقاول بعد كده هو بيبقى تكلفة بالنسبة للمالك، أو توتال بادجت بالنسبة للمالك. خلاص، طيب، والتكلفة التقديرية اللي الملك بيعملها ما بيبقاش ليها قيمة، إنما اللي له قيمة العرض السعر اللي هو رسي على المقاول النهائي، ده بيعتبر الموازنة التقديرية بقى للمشروع بتاعي، ده اللي إحنا هنتعامل بيه بقى بعد كده. لما بيرسل مشروع إن شاء الله على مقاول، أو بيرسل يعني يبدأ في التنفيذ، بيبدأ المقاول بيعمل بعد ما بيرسل عليه الشغل، بيبدأ بيعمل بعد كده تحليل للأسعار، سواء في مرحلة إن هو لسه بيقدم سعر أو بعد كده علشان يراقب على التكلفة. ماشي؟